وحدكم بالمكتوب. أنا زيد وحدكم بالمكتوب. المكتوب يا سيادة يا سادتي هي جمعية، جمعية أخرى من مدينة تلدات، هي جمعية الأمام لهواة الملحوظ، والتي تأسست بتلدات سنة 1998، وذلك بعد أن قامت الجمعية الأم، اللي كانت جمعية أم قبل منها، جمعية هواة الملحوظ بحل مكتبها منذ الثمانينات، مما تسبب في الغرق الكبير، الشيء الذي أدى إلى ضرورة وجود جمعية أخرى أو جهة من شأنها إعادة الاعتبار للفن الملحوظ بتلدات وإبرازه من جديد. فجاءت جمعية الأمل لفن الملحوظ، ويعتبر الأستاذ الراحل عبد الحليم الناصفي الأب الروحي باعتباره العنصر الفاعل الذي قام بتنظيم هياكل الجمعية ورئيسها الفعلي لمدة 4 سنوات، أعطى فيها الشيء الكثير مما أدى بدفع الجمعية إلى الصفوف الأولى. ومن ذلك الوقت والجمعية تعمل جاهدة على أن تسير قدما وفقا ما رسمته من الأهداف المتمثلة في العناية بفن الملحوظ نظما وحفظا وإنشادا. وفي هذا الإطار عملت الجمعية على تثقيف وتكوين مجموعة من الشباب في مدينة تلدات بطبيعة الحال، وذلك من خلال مجموعة من العروض والندوات الهادفة التي تمكن من تنمية القدرات الفنية وتربية الذوق لدى الشباب في مدينة تلدات بطبيعة الحال دائما. كما للجمعية مشاركات عديدة وعدة في مهرجانات وطنية ومحلية، ونذكر منها مهرجان تكيلات بالراشيدية، مهرجان سبعة رجال بمراكش، مهرجان أيام المدينة بأكادير، ومهرجان دقة وإيقاعات بمدينة تلدات، مهرجان دقة وإيقاعات بمدينة تلدات. أيها الحضور الكريم، معكم جوق الجمعية، جمعية أمل لهواة الملحوظ، التي سيقربنا ويؤدي 3 قصائد، قصيدة رودانا والجليل في الجمعية، وقصائدها من نظمهم ومن إنشادهم، وهم شباب، فهذه بتكون تسقوا عليها قبل، يعني مش إنسان، يعني إنشاد الجمعية والنظم ديال يعني الشباب في الجمعية قبل الحال. قصيدة رودانا من نظم الشاب أيوب كندي ومن إنشاده بطبيعة الحال، وقصيدة طي الماحي من نظم وإنشاد أسامة السماع، وقصيدة الأخصار من نظم وإنشاد المقدم بابا علي نعمة. سيداتي وسادتي، الجمعية جمعية الأمل لهواة الملحوظ، جو جمعية الأمل لهواة الملحوظ برئاسة الشيخ نعمة بابا علي بطبيعة الحال، تسليحات جلبهم معا أيها الجمهور الكريم. Thank you.